رئيس الأمن الحضري الثامن في بجاية يضع حداً لحياته بواسطة سلاحه الفردي. التفاصيل بعد قليل. لسلامتكم وقعدوا في ديوركم. أقدم موظف برتبة عميد شرطة رئيس الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية بجاية على وضع حد لحياته بواسطة سلاحه الفردي، وجاء في بيان لمصالح الأمن الوطني أنه بتاريخ اليوم الاثنين 27 من شهر جويلية 2020 وفي حدود الساعة منتصف النهار والنصف، أقدم موظف برتبة عميد شرطة رئيس الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية بجاية على وضع حد لحياته بواسطة سلاحه الفردي لأسباب لم يتم تحديدها بعد، والتي سيكشفها تحقيق النيابة المختصة إقليميا التي فتحته في هذا الشأن. وأضاف بيان مصالح الأمن الوطني أن أي جديد حول هذه المأساة التي أصابت وألمت عائلة المرحوم والأسرة الشرطية سيكون محل بيان يصدر عن السلطة المختصة في وقته المحدد واللازم تبعا لتطورات التحقيق المفتوح في هذه القضية المتعلقة برئيس الأمن الحضري الثامن الذي وضع حدا لحياته بواسطة سلاحه الفردي.